والحديث عن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية. أهلا بك أستاذ الفاضل. بداية، ما المكانة التي تحتلها اليوم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية على المستوى العربي والدولي، وهي بالطبع تعد الأولى من نوعها في المنطقة لتكريم رواد صناع الخير؟ نعم، الحمد لله أن نحتفل في الدورة الرابعة الآن منذ إنشاء جائزة عيسى بن سلمان آل خليفة للعمل للخدمة الإنسانية. وكما تعلم بأن المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، هو القائد الإنسان الذي قاد بلاده نحو مراقي البناء والنماء والتحضر، وتمثل ذلك كما تعلم في المؤسسات والصروح الاقتصادية والمالية والتربوية والصحية والعلمية، إلى جانب حبه لشعبه والسهر على راحته وطمأنينته ومد يد العون لكل محتاج، بالإضافة إلى مشاريع إنسانية عديدة يعود مردودها على المواطنين. وكما تعلم بأن صاحب الجلالة الملك حفظه الله الابن البار لصاحب العظمة الشيخ عيسى قد أنشأ هذه الجائزة، وهو أيضا الرئيس الفخري لهذه الجائزة. فطبيعة الحال هذه الجائزة منذ انطلاقتها كانت تستهدف أن تكون عربية، بالإضافة إلى محليتها أن تكون عربية عالمية. ولذلك أخي الكريم، عندما اختيرت المجالات التي ممكن أن نعددها كالإغاثة والتصدي للكوارث والتعليم والحوار بين الحضارات وتعزيز التسامح الإنساني وتعزيز السلم العالمي والتحضر المدني والعناية بالبيئة والتغير المناخي والإنجاز العلمي والتخفيف من وطأة الفقر والعوز، كل هذه الآن مواضيع تطرح على ساحات دولية كالأمم المتحدة وكجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكثير من المنظمات العالمية. عندما تتصدى البحرين لمثل هذه المشاريع الإنسانية الكبيرة، لا شك أن للبحرين مكانة خاصة، وهذا الرؤية البعيدة للمغفور له طيب الله ثراه، بالإضافة إلى جلالة الملك الذي أرسى هذه القواعد الأساسية. وكما تعلم بأن البحرين والله الحمد بدأت في العمل التطوعي منذ البواكير الأولى، وكان صاحب العظمة رحمه الله وغمده الجنة كان ساعيا دائما لمد يد العون للأعمال الخيرية. نعم، وتواصلت جهود جلالة الملك بالمؤسسة الخيرية الملكية التي قامت بإنجازات كبيرة. نعم، فهذه الجائزة اكتسبت قيمتها العالمية واكتسبت قيمتها العربية، لأن هناك من دول آسيا التي فازت كماليزيا. نعم، بلا شك، وهي تعكس الجهود الإنسانية التي تبذلها مملكة البحرين. نعم، شكرا جزيلا السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك.